عرض شريط لوحة لنواة في مدار جاء في إطار تعاون بين نواة ومنظمة روزا لوكسمبورغ اللي هما منظمين رمضان في روزا هوني في مدار. والبرامج الأوسع اللي هو بينه وبين روزا يتمثل في دعم ما بعد إنتاج لثلاثة أشرطة وثائقية سينمائية، أولها الواحة هذايا اللي قمنا بعرضه اليوم، وفما زوز أشرطة أخرى إن شاء الله يحضروا في الرونتري. من الأول اخترت تجربة جمنة لأنه في خضم الحراك الثوري، واكتشفنا أن تجربة ناجحة حقت فعلا على الأرض بعيد على خطابات ثورية وسياسوية وإيديولوجية ولغة خشبية. هذوما ناس خدموا قدموا للأرض وعارفوا كيش يستغلوا الأرض، وكل مرابيح تقريبا تعاد لتستثمر في بنية تحتية وفي مرافق تعود بالنفع على أهل جمنة أولاً، ونظراً إلى أن الصراع الإعلامي التقليدي أو المهيمن مع تجربة جمنة كان معدي لها، وإذا كان نواة ما تخوش موقف منحاز لقضية نعتبرها عادلة هي قضية جمنة، ما نشبش نكون الصوت البديل إعلامياً. لذا معناتها موقعنا الطبيعي هو أن نكون في صف واحد في معركة جمنة ضد سياسة الدولة. فعلا انبهرت بالشريط كما انبهرت بالحضور والمستوى الراقي للنقاشات. فريمون جو سوي ابلوي بار سو كي سي برودوي سيت سواري. الفضل للعمال، الفضل لمجهوداتهم وعرقهم. قمرنا شويه احنا على مستوى الشكل بحكم الشكل ماهوش تقليدي برشا، واللي ربما ما عندوش فكرة أولية على جمنة ربما ما يفهمش بعض محطات الفيلم، أما هذا كان معنا خيار، هذا خذيناه بالاتفاق مع نواة، معنا كان عنا هامش لا بأس به من الحرية باش نقترحوا الهيكلة اللي راوها معنا في نفس الوقت تخرج على الوثائق الإعلامي التقليدي، وفي نفس الوقت تقعد وفية لما تمثله القضية من قيم معناها تقدمية يسارية، والإضافة معناها إضافة الفيلم هو كونه ربما إخفاء بعد جمالي على قضية جادة. لا أكيد مش باش يكون آخر محطة، إذا كان طرأة أو تواصلت التجربة بشكل إيجابي أو تم الالتفاف عليها لا قدر الله من طرف الدولة، نواة باش تكون في الموعد وباش تغطي التجربة وتتواصل معها كما العادة.